تضع سالي الطعام للكلبة بيلا العاجزة عن السير داخل محمية هي الأولى لمعالجة الحيوانات المشردة في العراق وإيوائها، التي يديرها متطوعون يأملون في توسيع المكان ليكون أول مستشفى بيطري للحيوانات الشاردة في العراق. بنيت المحمية على مساحة 2500 متر، وهي تضم جناحاً من البناء الجاهز فيه غرفتان لإيواء الحيوانات ومعالجتها وباحة صغيرة، فضلاً عن مبنى مقسم إلى مطبخ ومخزن وحمام. كما يوجد قفص معدني كبير مغطى بقطع البلاستيك السميك مساحته 100 متر مربع، مخصص لإيواء الحيوانات التي تنهي مرحلة العلاج. جاءت فكرة المحمية بعد تعرض آلاف الكلاب والقطط لحوادث سير أو معاملة سيئة وهي تعيش وتتنقل في الشوارع بحثاً عن طعام، وهي مبادرة تتعارض مع أعمال السلطات العراقية قبل 15 عاماً حين كانت تقوم بقتل آلاف الكلاب الشاردة في بغداد لأنها موبوءة بحسب تعبيرها آنذاك.